عاوز اسالك عن الموضوع سؤال تاني يعني. اسال سؤال تاني. ايه بقى الدخله بقى والحكومه والشهود والمستشفى وايه موضوع الحادثه ده؟ عاوز افهمه. الحادثه دي يا سكلان قعدت حوالي بتاع شهرين بتمرن عليها. يوم الحادثه ما كنتش لوحدي، كان في ناس كتيره قوي بتساعدني. ملك يا ملك اسمعي بس، خدت حباية قبلها خلتني ما احسش لا بخط ولا برزق. هما اللي ودوا ملك المستشفى اللي احنا اخترناه، والدكتور اللي هناك كان معرفة قديمة، كنت قضيت له مصلحة زمان فكان بيرد الدين اللي عليه. طب لو مؤاخذة يعني هسألك كمان سؤال، يعني لو مش فيها رسالة، الآريسة مالك بنت عمك لو ما كانتش نزلت وضربتك بالعربيه وكشفت الواد حسن ابن عنتر الحلقه بوش كده كنت هتعمل ايه؟ معلش يا فندم والله بحب افهم بس منك، عاوز افهم. كان هيجي لها رساله ان المصنع بتاعهم بيولع وان ابوها جوه، فكانت هتنزل نفس النزل. انا كنت عامل حسابي على كل حاجه. طب ايه يعني لازمتها الدخله الصعيدي؟ ما انت بتتكلم عربي زينا اهو. الصعيدي ده سكالانس عشان محدش يشك فيها خالص ان انا ليا علاقه بالحادثه القديمه، وده كمان كان اقتراح الصياد. هو مين بقى الصياد ده؟ بقول لك على كل حاجه في وقتها. طب انت كنت فين طول السنين اللي فاتت دي وما جيتش تاخد بحقك ليه؟ انا من وانا عيل صغير يا سكالانس مستني الوقت اللي يجي اللي اخد فيه حقي، بس الدنيا رمتني في سكه لا ينفع عليها لا اسم ولا مكان ولا مسكن. كنت بتنطط من مكان لمكان ومن عمليه لعمليه باسم وشخصيه جديده وجدع اللي يمسكني. انا شفت اللي محدش شافه يا سكالانس. انا عشرت مجرمين ومطاريد وقتالين قتله. انا نمت في كحول تحت الكباري وفوق عربيات نقل، بس كنت دايما مستني الوقت اللي يجي عشان ارجع فيه حقي، وزي ما تقول كده كنت بستعد له عشان محدش يقدر يقف قصادي. انت غفلت شويه ولا ايه؟ لا بس مبسوط من الشرح، بس بجد في بس يلا بقى يا عظيم. اقسم بالله يا العم انت مدرسه ورب مدرسه. في ايه؟ انت خطلت ولا ما بس بقى؟ هو انت مخرج ولا سنكاريستي ولا ايه؟ سنكاريستي.